الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا نهاية. صباح الفل يا رشا. اخبارك ايه؟ كله حلو. انت بقالي اسبوع ما شفتكيش. اسبوع كامل فعلا. حساني بقالي كتير جدا ما شفتكيش وبتوحشيني جدا. انت كمان والله. انت كويسة؟ الله يرد عليكي. كله حلو الحمد لله. عايزين ايه رأيك كده نبتدي النهارده بخبر فيه تفاؤل، فيه امل، يا ريت بقى يا رشا، في حاجة حلوة كده، يعني عايزين كده ننبسط شوية. والخبر اللي انا بقول فيه تفاؤل وفي امل، انا عايزه اتكلم على يعني حاجه بتهم ناس كتير، انها تشتغل. لانه لما يبقى عندك شغل يبقى انت عندك دخل، يبقى انت عندك بعض الاستقرار، يبقى عندك خطط ان انت ان شاء الله تقدر تشوف حياتك هتبقى ماشيه ازاي. وزاره العمل اعلنت انها تلقت طلبات من 94 شركه، مش اي شركات، شركات قطاع خاص في 18 محافظه. ال 94 شركه دول عندهم 4902 وظيفه متوفره الان في عدد من التخصصات. خليني اقول انه منها، ودي حاجة مهمة جدا، لأنها لأصحاب القدرات الخاصة ذوي الهمم، وحتكون مش عشان إنها مخصصة لذوي الهمم، لا، في رواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة، وحتكون وفقا أيضا للحد الأدنى للأجور. فضلا إنه حيكون غير إن في رواتب مجزية، حيكون في حاجتين مهمين جدا وكل بيطالب بيهم، حيكون في تأمين صحي وتأمين اجتماعي. يعني هو الخبر كله على بعضه كده بصراحة حلو وعجبني جدا. وخليني أضيف على كلامك أن الوزارة أعلنت أن التقديم على الفرص الجديدة هتكون خلال شهر أغسطس 2024 الجاري. عن طريق إيه؟ اللي عايز يقدم بيقدم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل، وده بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو كمان مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت. يعني كل حاجة هتكون متوفرة على الانترنت، أي حد عنده رغبة في التقديم يقدم، يدخل ويعمل سيرش ويشوف الوظيفة المناسبة ليه، يروح يجهز ورقه، يطلع على المديرية زي ما قلنا هتكون في مقر الوزارة بمدينة نصر، وكمان تقدروا تجيبوا كل التفاصيل من على الانترنت. واحنا لو قدرنا نوفر لكم التفاصيل كلها ممكن بكرة تبقى معاكم برضو على الهواء. كل اللي محتاج يقدم، انا شايفة ان اكيد في شباب كتير جدا هيكون مهتم ان هو يحصل على وظيفة، خصوصا ان هي بتغطي 18 محافظة. فان شاء الله ان شاء الله كل اللي بيدور على شغل يلاقي. كويس، مجهودات مهمة طبعا طبعا. بقول لك اي شغل لما حد بتكلمي على شغل، يعني دي معناها فرصة للحياة، فرصة ان انت تقدري تستقري، فرصة ان انت تفكري بقى للشباب لو هيتجوز، فرصة ان هو يبتدي يفكر هيقبض كام وهيقدر يحوش كام وهيقدر يعمل ايه، هيفتح بيوت، يعني حاجة جميلة يعني. بالظبط. المسؤولية برضو يا جماعة مهمة قوي ان احنا نعرف شبابنا ازاي يشيلوا مسؤولية. يعني مرتبك مش كله مصروف بقى مع اصحابك على القهوة، ولا مع اصحابك في اي بقى اعياد ميلاد والحاجات دي، لا، حوشوا دخلوا فلوسكم عشان تقدروا تفتحوا حياة وتكونوا مسؤولين. يعني إن شاء الله. إن شاء الله. صباح الفل. صباح الفل. هنبتدي كلامنا بموضوع، خليني أقول إن الموضوع شائك، موضوع يعني صعب شوية، موضوع يحرجنا كمصريين. يعني أنا بتكلم على واقعة قيام لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو. في تفاصيل جديدة ظهرت في موضوع هذه الواقعة، اللي هي واقعة التحرش بإحدى الفتيات في باريس، وده لما خلص مشاركته في أولمبياد باريس. السلطات الفرنسية بترفض الإفراج عن كيشو لاعب المصارعة، وبتطلب عرضه على جهات التحقيق. والسلطات الفرنسية عملت كده رغم ان السفارة المصرية تدخلت. انا يعني مش هبعد قصة او واقعة كيشو دي عن البعثة الاولمبية بشكل عام، لان البعثة الاولمبية بيحصل فيها حاجات غريبة عمرها ما حصلت، يعني اول مرة نشوفها بالكترة دي وبكمية الواقعات اللي بتحصل. يمكن ابتدت من قبل ما يسافروا بحدوت العجل، لو تفتكروا الدراجات
ودي ودي وقعت دي وده ودي ما راحتش ودي ما راحتش، يعني الموضوع كله في حاجات غريبه جدا. معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عصام. صباح الخير يا استاذ محمد. نور على حضراتكم وعلى كل الناس اللي بيشوفونا. يعني استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم على هذه الواقعه وكل المواقع كاتبه ايه اللي حصل، يعني خلينا نقول انها كاتبه ايه اللي حصل مع اللاعب محمد ابراهيم كيشو. يعني قالوا ان هو راح زي ما نقول مالها ليلي او بار وكان في حاله سكر وبعد كده تحرش و و و ده اللي مكتوب على المواقع. هل الكلام ده حقيقي يا استاذ محمد؟ اولا يعني طبعا يعني اكيد بدل ما احنا المفروض النهارده كنا نتكلم على انجازات البعثه، للاسف الشديد احنا بنتكلم على مشاكل اللي هي كانت بالجمله اللي هي لا تختلف عن المشاكل اللي كانت هنا في مصر قبل ما يسافروا فرنسا. زي ما حضرتك قلتي الموضوع من قبل السفر فرنسا، لكن احنا خلينا نتكلم عن الموضوع ده تحديدا. الموضوع ده تحديدا اللاعب ده كلام رئيس الاتحاد، خرج هو واصحابه وراحوا قعدوا على مقهى في باريس. هي مش بار بس هو مقهى باريس، والمقهى اللي في باريس بيقدموا اكيد خمور. فتم ان هو واصحابه كانوا شربوا، وبعد كده جم حصل وقعه التحرش، ضايقوا بعض البنات، فالبنت راحت مبلغه الشرطه، راحت قبض عليه. هو مش التحرش بالمعنى الدقيق، لكن هو يعني تجاوزه مع بعض البنات. التحرش مش شرط يكون تحرش جسدي على فكره، ممكن يكون تحرش لفظي، يعني تحرش له اشكال كتيره. يعني هو اللاعب هو حصل تحرش لفظي ببنت فرنسيه، فتم ابلاغ الشرطه بده واتخذوا الاجراءات. طبعا اللاعب لحد دلوقتي موجود في السجن، لان ما فيش احنا يعني في محاولات من وزير الشباب والرياضه والسفير، لكن للاسف لحد دلوقتي بعد بالفشل علشان خاطر حضرتك عارفه القانون الفرنسي. بس خلينا نرجع لنقطه في بدايه الاولمبيات، كان في لاعبه برازيليه، لعيبه برازيليه الاتحاد بتاعها وقفها وتم ترحيلها من فرنسا بناء على انها عملت زياره لبرج ايفل. فقال لك انت المفروض ان انت في معسكر هنا، المفروض ان انت ما تطلعيش بره. بالظبط. وتم استبعادها علشان خاطر كقرار تربوي، مع العلم ان اللاعبه دي كانت مرشحه انها تحرز ميداليه، لكن هم ضحوا بالميدالية علشان خاطر. طيب بس هو كان مخلص خلاص، هو مخلص خلاص، هل من حقه يخرج بره مقر البعثة؟ لا مش من حقه يخرج مقر البعثة، مش من حقه، من حقه ان هو يكون المفروض كان يكون جوه القرية الأولمبية، بغض النظر عن المساوئ اللي موجودة في التنظيم، المساوئ اللي موجودة في القرية الأولمبية، لكن أنت ممثل مصر ما ينفعش، وأنت المفروض بطل وكنت محقق ميداليات وبطل عالمي يعني. المفروض انك انت تكون في التزام ويكون في على الاقل ان انا ايه عندي بمعنى اصح. محمد يعني هو اللي اتقال برضو على بعض المواقع ان اللاعب كيشو استأذن من المسؤول عنه او مسؤول عن بعثته ان هو هيروح يتفرج عن الماتش الاخير لنفس وزنه، وسمح له فعلا الكابتن بتاعه للذهاب لان هو يتفرج على الماتش، ولكن ما راحش اتفرج على الماتش او راح اتفرج وبعد كده راح البار اللي راحه. ده يدل لحضرتك ان اللعيب اللعيبه للاسف في بعض اللاعبين رايحه ومش مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم فيها. المفروض يعني ان هو فعلا معسكر، والمفروض ان عدم السماح بخروجهم خارج التمرينات والتدريبات والالعاب والماتشات. مظبوط؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. طب ايه حضرتك يا استاذ محمد شايف ايه اللي بيحصل في البعثه؟ يعني ايه كم الكوارث اللي احنا بنسمعها؟ لا انا عايزه اقول لك على حاجه يا نهاد، قبل ما يحصل في البعثه، يعني حضرتك استاذ محمد قلت لي في البدايه بدل ما نتكلم على الانجازات، ايه هي الانجازات؟ ايه هي الانجازات؟ خلاص ده الدوره بتخلص، ايه هي الانجازات اللي عملتها البعثه المصريه؟ انا بتكلم المفروض الانجازات. مفيش انجازات يا فندم لغايه اللحظه دي، احنا ما عندناش انجازات. بنتكلم على مصايبنا. حضرتك فاهماني غلط. انا بقول لك بدل ما احنا كنا المفروض نتكلم على الانجازات، لكن للاسف مفيش.
ولكن خلينا نقول ان المشاكل دي موجوده تقريبا في معظم المشاركين. يعني احنا لو تابعنا كده مع بعض هنشوف لاعبه الشطرنج الروسيه اللي حطت زيبه تحت ديسك زميلتها وجالها تسمم ودخلت المستشفى. فالاخفاقات والمشاكل من كل الدول المشاركه مش مصر بس، ولكن احنا ما كناش نتمنى ان احنا نكون في الموقف ده ابدا. لا هو حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو الكلام في ايه؟ الكلام ان للاسف الشديد ما قبل الاولمبياد كان في بعض رؤساء الاتحادات كانوا مأكدين لوزير الشباب والرياضه ان الدنيا جميله وانت هتحقق اكتر، وطلع تصريح ياسر، طلع المهندس ياسر ادريس وطلع اتكلم قال لك احنا هنحقق من 7 ل 11 ميداليه في الاولمبياد، وكانوا موصلين صوره للوزير ان الدنيا كويسه والحياه جميله وكله تمام تمام. وللاسف سياده الوزير لما راح هناك فاجئ بالوضع الحقيقي، بالرغم ان الوزاره لم تبخل باي دعم. هو طلع امبارح وقال ان هو هيحاسب كل المسؤولين عن هذه البعثه، حتى اللي ضيعوا كمان فرص للفوز، مش بس اللي اخفقوا اخفاقات. مين اللي هيحاسب؟ رؤساء الاتحادات ولا مين اللي هيتحاسب؟ لا عندك رئيس اللجنه الاولمبيه، اتحاد الكوره المفروض يتحاسب على الفضيحه والمهزله اللي احنا وصلنا لها بهزيمه 6 من المغرب. الرؤساء بعض رؤساء الاتحادات المقصرين لهم المفروض اللي هم يتم حسابهم. انت عندك اتحاد كوره يعني للاسف الشديد كلنا بنشوف يعني الماتش كان خلصان بتاع المنتخب وقعد الناس بتحتفل وهو عمال يا جمال دي الناس كلها متضايقه. يا جمال بيه بص حضرتك هتقول لي لما زيزو كان بيتكلم مع اللعيبه وبيحاول ان هو يشد من اجرهم، لا ده وضع غير طبيعي بيحصل لنا يعني للاسف الشديد. في ناس موجوده للاسف لا يصلحوا ان يكونوا على راس المنظومه الرياضيه في مصر. مش بس كده يا استاذ محمد، يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه وبالتالي الكل دلوقتي شايفها ومحطوطه على المواقع، اتصرف على البعثه دي قد ايه مصر دفعتها والنتيجه شكلها ايه؟ ما هو ده يدل ان للاسف الشديد وده احنا نادينا بيه اكتر من مره، وكنت في البرنامج بتاعكم هنا اكتر من مره وجيت قلت يا جماعه في رؤساء اتحادات واخدين الدعم لمصالحهم الخاصه عشان يضمنوا بقائهم في الكراسي وبعيد عن الابطال. احنا كلنا شفنا الفتره اللي فاتت في ابطال مصريين كتيره هربوا بره مصر بسبب ان ما كانوش لاقيين دعم، مفيش اهتمام، في لعيبه كتيره جدا جدا بتتمرن على حسابها. طب انت بتاخد كم مليون كدعم للاتحاد بتعمل بيهم ايه؟ بشوفك بتعمل بيهم سهرات احتفالات. طب استاذ محمد يعني ارجع تاني لموضوع محمد ابراهيم كيشو، يعني ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يعني هيفضل موجود هناك محمود؟ لحد دلوقتي هو موجود هناك، ولحد دلوقتي هي العمليه في محاولات من سياده الوزير اللي صراحة يعني هو هناك الراجل ما قعد صراحة وقاعد بيحل مشاكل البعثة في محاولات وان هو لإخراجه، لكن يعني لو حضرتك تسأليني على رأيي هيبقى صعب لسبب واحد بس. ولو قدروا يا أستاذ محمد هل هيتم شطب اللاعب في حالة إدانته؟ ايه؟ هيتم شطب اللاعب في حالة إدانته؟ هو ده احنا بنتمنى بس ان اللاعب يخرج. ده يعني خرج. احنا حاليا دلوقتي لو خرج يعني احنا كلنا دي رسالة مهمة ويكون عبرة لمن لا يعتبر، يعني لان هناك السلطات الفرنسية مش هتتفاهم. يعني كلنا شفنا لو هخرج بره المجال الرياضي وقعت سعد المجرد في كفني يعني لحد يعني السلطات الفرنسية مع بالرغم ان كان تدخل الملك وكان تدخله اماكن، بس السلطات الفرنسية في قانون هم ماشيين عليه صعب ان هم يتجاوزوه، وقانون التحرش عندهم قانون صارم جدا حتى لو التحرش بنظرة. اكيد طبعا هو مفكر نفسه لسه يعني معلش يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. ده طالع يمثل مصر يعني انا مش فاهم للأسف. انت طالع المفروض انك لا للاسف من الواضح يا استاذ محمد ان كل البعثه مش فاهمين انهم سفر لبلدهم، احنا هم بيمثلوا بلدهم. يعني البدله اللي انت لابسها اليونيفورم اللي انت لابسه وعليه علم بلدك ده خلاص انت سفير في بلد، انت سفير لبلدك، انت بيخلي عليك مسؤوليه الحركة كبيره، ليها محسوبه، طريقه اكلك محسوبه، مشيتك محسوبة، تعاملك مع اللي جنبك محسوب. يعني
كله على بعضه محسوب، انت سفير لبلدك، انت بتمثل بلدك. يعني أكيد. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عصام. انا عايز اقول لك حاجه على كيشو اللاعب ده، انه حتى لو فضل محبوس ده عبره لمن لا يعتبر. بالظبط. يعني انا صراحه ده عبره لمن لا يعتبر، انت خالفت كتير قوي، انت خرجت بره القريه الاولمبيه، مش عارف تصعب علينا، انت قعدت في مقهى وشربت ووصلت لحاله سكر، انت تحرق يعني، انت عملت، انت ما سبتش حاجه، ما سبتش ما شاء حاجه الله يعني. ما عملتهاش. عارفه لو هقول لك مثلا خرج راح يشتري مثلا يعمل شوبينج ويشتري حاجه هديه لامه ولا لاخته ولا لمراته يعني، ولا الواحد ده عارف يعذره بقى. يعني يعذره ويقول اه ده خرج نفسه قبل ما يرجع يجيب هدايا، لا ده خرج الأهل. يسهر ويشرب يتحرش. وكمان يتحرش، مش بس بيلتزم بالقواعد الرياضيه وان هو يكون عنده اخلاق رياضيه ويتسم بيها، لا ده بعد الخروج والشرب انت حر في حياتك الشخصيه بس مش وانت بتمثلنا، يعني انت اعمل اللي انت عايزه بس مش وانت رايح باسم مصر، شكلنا كلنا ايه قدام الناس وقدام العالم مش عارفين للاسف. يلا يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. ولكل حادث حديث. تعالوا نروح للموضوع اللي معانا التاني، وهو الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت دي شفنا اجراءات ميدانيه مستمره من الاجهزه المعنيه بعدد من القرى في محافظتي اسوان والوادي الجديد، واللي شهدت سقوط امطار غزيره وسيول، شفنا الفتره اللي فاتت حاجات يعني ما شفناهاش قبل كده، وده عشان يقدروا ان هم يطمنوا على سلامه الاهالي والمواطنين وكمان منازلهم من بدو العربان، فيما طبعا بتتواصل جهود الانقاذ لرفع المعاناه عن سكان القريه الثالثه بدرب الاربعين جنوب، بعد ان طبعا تسببت هطول الامطار الكثيفه في خروج الزواحف من جحرها وزياده اعداد المصابين بلدغات العقارب والتعابين. للتعليق على هذا الامر معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاد واستاذه رشا وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. دكتور يعني منار، ايه موضوع سيول الصيف؟ هي دي ظاهره جديده؟ هل في سيول في عز الصيف وعز درجات الحراره الشديده واحنا بنعاني اصلا من الرطوبه ومن درجات الحراره الشديده؟ كل ده يجي ظاهره غريبه جدا وهي سيول، وسيول شديده تتسبب في سقوط اسقف، وزي ما كنت بقول في الخبر يعني زواحف ولدغات عقارب وتعابين. إيه لا إيه المهم ان موسم السيول، معلش صلحي لي يا دكتوره منار، مش موسم السيول بيبقى في اخر تسعه في اوائل عشره؟ بالفعل موسم السيول في جمهوريه مصر العربيه احنا معتادين ان هو في فصل الخريف، بيبقى في شهر تسعه و10 و11، ده موسم السيول في محافظات الصعيد كمان او سلاسل جبال البحر الاحمر او مناطق من سيناء، الطبيعه الجغرافيه بتساعد على تكون السيول وسقوط الامطار بيبقى في فصل الخريف بشكل كبير. لكن احنا يعني بدأنا نشوفه السنة دي بشكل كبير، يمكن احنا الخمس سنين الماضيين بدأنا نشوف سقوط الأمطار في فصل الصيف في محافظات الصعيد وفي جنوب الصعيد، لكن كمان السنة دي تحديدا كميات الأمطار زادت، كميات الأمطار أدت لتشكل بعض السيول، يمكن احنا لليوم تقريبا العاشر على التوالي أمطار بتتساقط على محافظات الصعيد وهي أمطار رعدية وأدت لتشكل السيول بشكل كبير في بعض المحافظات، الوادي الجديد، مناطق من اسوان وكمان مناطق من مرسى علم. دكتور منار، المفروض ان محافظه اسوان كانت من المحافظات اللي مسجله اعلى نسبه درجات حراره. هو بالفعل يمكن احنا عندنا محافظات الصعيد هي الاعلى في قيم درجات الحراره في فصل الصيف وقيم درجات طب ليه هي كانت اكثر معرضه لهذه السيول يعني في ظل اصلا الحراره الشديده؟ احنا في الخمس سنين الماضيين بدانا نشوف ارتفاع حاجه اسمها الحزام المداري او الفاصل المداري ل شمال السودان، الفصل المداري ده هو المسبب للامطار الصيفيه على منابع النيل السودان واثيوبيا، يعني احنا عارفين ان فيضان النيل والامطار بتبقى على منابع النيل في فصل الصيف، بتكون في شهر 7 وشهر 8 وكمان ممكن تمتد معانا لشهر 9 نتيجه مرور الحزام المداري، الحزام المداري ده سريعا بس هي منطقه بيتقابل فيها الكتل الهوائيه الشماليه مع الكتل الهوائيه الجنوبيه الرطبه عند خط الاستواء، وبيكون في حزام من السحب الرعديه الممطر بغزاره. مع فصل الصيف الحزام المداري او الفصل المداري بيتحرك باتجاه الشمال فبيبدا ياثر بامطار على اثيوبيا والسودان ويكون امطار غزيره بشكل كبير، لكن احنا بدانا كمان الحزام المداري ده يرتفع شمال السودان فبدا ياثر علينا تقريبا في الخمس سنوات الماضيه بسقوط امطار في فصل الصيف، لكن كانت امطار ما بتوصلش لحد السيول، يعني السنوات الماضيه ما كانتش بتوصل لحد السيول، كنا بنشوفها في مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين او حتى كمان مناطق من جنوب الصعيد،
طب احنا ممكن نشوف الظاهره دي تتكرر في محافظات تانية يا دكتور؟ هي بتبقى في محافظات الصعيد لانها الاقرب لوجود ارتفاع الحزام المداري، يعني الامطار هي حصلت في اسوان والوادي الجديد، ممكن تحصل في المدن القريبه منها؟ هي طبعا يعني احنا بنشوف فكره التغير المناخي بدا ياثر بشكل كبير. السنه دي الحزام المداري ارتفع لمحافظات الصعيد نفسها مش بس شمال السودان، وكميه الامطار معاك كانت كميات امطار كبيره في بعض الاماكن كانت غزيره وادت لتشكل السيول، لكن حدودها هيبقى في محافظات الصعيد، يعني احنا مش هنلاقي في فصل الصيف الامطار في المحافظات الشماليه، مش هنلاقيها في القاهره الكبرى او في السواحل الشماليه، حدودها هيبقى محافظات الصعيد. يعني احنا الامطار النهارده مكمله معانا لحلايب، شلاتين، راس بناس، مرسى علم، اماكن من الوادي الجديد، ابو سمبل، اسوان. لو هترتفع هترتفع لمناطق من الاقصر، ده كان يعني المفروض ان هو يحصل في بعض الايام الماضيه، لكن يعني مش هترتفع لمحافظات، هتكون برضو على شكل سيول يا دكتور زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشه. وارد جدا هي تكون على شكل سيول، لان الطبيعه الجغرافيه في الاماكن دي موجود المرتفعات والجبال، مع استمرار سقوط الامطار اكيد ممكن تؤدي لتشكل السيول، لكن بس احنا بنطمنهم ان احنا النهارده وبكره ان شاء الله الامطار مستمره معانا، مع يوم الاثنين هتقل تدريج كميات الامطار وتبدا تستقر الحاله الجويه في محافظات. امتى تستقر يا دكتور؟ احنا من يوم الاثنين ان شاء الله كميات الامطار احنا بقى نطمنهم ان شاء الله يوم الاثنين هيكون في مش هيكون في امطار. انا عندي سؤال، يعني هو السيول او الامطار بالشكل ده ودرجات الحراره مرتفعه الاثنين مع بعض؟ طبعا ما احنا عندنا الارتفاع قيم درجات الحراره عامل مهم جدا في ان السحب تتطور بشكل كبير وتتحول لسحب عملاقه او سحب رعديه، فبالتالي ارتفاع قيم درجات الحراره بيكون عامل مساعد في تطور مع ارتفاع الحراره. يعني احنا بنسجل قيم درجات حراره على محافظات الصعيد 42 43 درجه مئويه، فهي الاعلى في قيم درجات الحراره في الجمهوريه كلها، زي المناطق بالظبط، خلينا نشبهها زي المناطق الاستوائيه، بيبقى فيها ارتفاع كبير في قيم درجات الحراره وبيكون كمان في سقوط امطار، وده اللي بيحصل ان احنا بنقول الفصل المداري ده بيتكون عند خط الاستواء او عند خط زيرو الاكويتر، وبيبدا يتحرك باتجاه الشمال زي ما شفناه بقى في فصل الصيف، الكلام اللي احنا قلناه من شويه. نعم. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ويا رب الموضوع ده بقى يخلص لانه يعني بصراحة يعني سيء جدا يعني صعب قوي. تعالي نروح كده نشوف درجات الحرارة واخر تطورات درجات الحرارة، ومن بعدها على طول نستمع لموجز اخبار صباح البلد مع رشا مجدي. رجعنا لكم مرة تانية، ودايما كده يوميا بنحاول ان احنا نطمن حضراتكم على اسعار الخضار في سوق الجملة طبعا ب 6 اكتوبر زي ما قلنا، واسعار الفاكهة ايه اخر تطورات الاسعار دي. يوميا بنحاول ان احنا نقدم لكم كده خريطة اسعار، ولكن برضو للتوضيح اسعار سوق الجملة في سوق العبور، فهي في سوق العبور في 6 اكتوبر. سوق 6 اكتوبر عامة دي اسواق جملة، فاللي بيسمع واللي بيشوف واللي بيتابعنا دي اسواق جمله، عاوز الاسعار دي روح السوق هتلاقيها، فهي مش الاسعار دي مش احنا اللي بننزلها، الاسعار دي فعلا موجوده وزميلتنا موجوده هناك بتقول لكم الاسعار لايف، مش احنا اللي بنقول الاسعار دي من عندنا، ومش بننزل اسعار هي مش موجوده في السوق، موجوده بس حضرتك كده بدل ما انت قاعد ورا السكرين تكتب كومنتس، انزل لحد السوق وهات لاهل بيتك الحاجات دي. معانا بقى اشطر واحده الحقيقه بتروح تجيب لنا الابديتس بتاعه الاسواق، وهي زميلتنا نورهان عادل. صباح الفل يا نورهان. صباح القمر يا استاذة نهاد، وصباح الفل عليك يا استاذة رشا، وصباح الجمال على كل مشاهدين صباح النور يا نورهان. احنا فين النهارده؟
قربتي مننا وانت النهارده في 6 اكتوبر يعني. أيوة. ممكن انا ونهاد نخلص ونطلع عليكي بقى نجيب بالاسعار اللي هتقوليها لنا بقى. انا هجيلكوا بعد ما اخلص على طول. احنا النهارده موجودين فين في سوق الجمله في اكتوبر؟ صندوق مانجا حلو كده عويس وتقولي له بقى ده عشان خاطر مذيعين صباح البلد يعمل لنا خاص. يلا تعالي نطلع على هناك بعد ما نخلص، ده جنبنا هنا في 6 اكتوبر. أيوة. يلا اتفضلي. قولي لنا الاسعار اللي عندك النهارده ايه؟ انا هستناكوا. الاسعار النهارده هبدا معاكم باسعار الخضار. سعر كيلو البطاطس من 20 ل 21 جنيه، البصل الخزين من 10 ل 12 جنيه، الخيار البلدي النهارده في سوق اكتوبر من 17 ل 19 جنيه، الطماطم من 20 ل 21 جنيه، الجزر من 10 ل 11 جنيه، البتنجان الابيض من 8 ل 8 ونص، البتنجان العروس من 8 ل 8 ونص برده، الليمون النهارده سعر كيلو بيسجل من 7 ل 8 ونص، الفلفل الحامي من 7 ل 9 جنيه، الثوم البلدي من 60 70 جنيه، الفلفل الرومي من 10 ل 12 جنيه. دي كل اصلا يعني اسعار الخضار اللي موجوده في سوق الجمله كله في سوق 6 اكتوبر، على عكس طبعا سوق العبور بيبقى اوسع واشمل، فيه كل انواع الخضار سواء فاصوليا او بسله او قلقاس كل الانواع، لكن سوق الجمله ما فيهوش غير السلع الاساسيه. بالنسبه لاسعار الفاكهه فانا معايا احد التجار اللي موجودين في سوق الجمله اللي هيقول لنا على اسعار الفاكهه وكمان هيقول لنا على حركة البيع والشراء. أنا برحب بحضرتك المهندس أحمد الفولي أحد التجار اللي موجودين في سوق الجملة في 6 أكتوبر. صباح الفل يا ست الكل. عايزاك بقى تقولي على أسعار الفاكهة اللي عندك النهاردة إيه؟ عندنا عنب ده 27، ده عنب كينج. في العنب اللي هو التاني كريمسون بيجي مع الدار كده. بيبقى برضه متراوح من 30 لغاية 40. كله عنب أحمر. في عندنا برضه تين. التين بكام؟ ده التين إيه ده؟ التين البلدي ده، التين البلدي بتروح من 15 لغايه 20 على حسب. التين البلدي اللي يقصد بيه التين البرشوم يا نورهان؟ بس التين البرشوم بيدخل مع الدار عشان تبقى ايه؟ التين البلدي اللي هو التين البرشومي؟ لا، التين البرشومي مختلف عن التين البلدي، التين البرشوم تبقى حبايه. طب احنا ممكن نوريهم. يا ريت تورينا ايه الفرق بين الاثنين، يا ريت. طب معلش تعالى معايا كده. ده كده التين الايه؟ ده بلدي ده يا نورهان؟ ده التين الايه لو سمحت، معلش ركز معايا. ركز معايا. ماشي، ده التين البلدي ده. التين البلدي ده بتروح من 15 لغايه 20 على حسب. 18 جنيه مش هرخص. وايه الفرق ما بينه وما بين التين البرشومي؟ التين البلدي ده بتبقى فيه تبقى سكراته اعلى، بس التين البرشوم تبقى سكراته اعلى كتير من التين البلدي. دوقي كده، دوقي وبتبقى سمي مرغوب. بس ودوقي يعني معانا عم بحليمه اهو الزبون مش مغسول. اتفضل التين البلدي ولا التين البرشومي؟ ولا تين. طب الزبون بره بانك انت طعمه ايه؟ لا مسكر قوي. مسكر؟ مسكر جدا. انا بحب التين قوي. لا انا جداً. لو كده بقى خليه يشيل لي بكام التين بقى البلدي؟ قال لك كمل لي عندك كمتر، انا شفت عندك كمتر. طب سعره الاول سعر قلت لي بكام التين؟ ده متراوح من 15 ل 20، يعني حاليا العربيه دي شغال فيها ب 18. من 15 ل 20 وشغالين فيها كمان ب 18. على حسب ايه؟ على حسب جوده التين. قول لي الكمترة الجوافة عندك جوه بقى. الكمترة شغالة من 20 لغاية 30 على حسب جودة الكمترة، يعني الكمترة جوه بقى. الكمترة ها الكمترة بكام؟ الكمترة عندك بكام النهاردة؟ الكمترة فيه ب 25 وفيه ب 27، يعني متراوح من 20 لغاية 30. انا عايزاك تكلمني عن حركه البيع والشراء في السوق. انا كنت شايفه واحده من شويه في واحد جاي العادي ولا الخشابي ولا ايه بالظبط؟ هو عايز اتنين مش عايز واحد من اتنين. الكمتر العادي ولا الخشابي بتقول؟ لا الكمتر عليهم كلها خشابي، بس الكمتر مش مرغوبه زي الكمتر الثانيه اللي هي الثلاجات، لانها بتبقى حنينه في الاكل. لا بالعكس الخشابي احلى. طريه الزبون يحب اي حاجه طريه فيها سكريات عاليه، اما الخشابي دي بتبقى ناشفه كده ما بيحبهاش الزبون، مش مرغوبه للدرجه دي. جميله. خلاص نجيب كمتر خشابي الاستاذه رشا بعد ما دي جميله. طيب انا حركه البيع والشراء عن حركه البيع والشراء في ال... في اليومين دول في السوق ايه؟ على حسب الضغط، يعني مثلا عندنا يوم الخميس بيبقى يوم فيه ضغط شغل، لان بيبقى ايه صبح الجمعه وكله عايز يبيع الصبح قدام الدامع. اما مثلا يوم زي يوم اثنين كده بيبقى ضغط الشغل فيه ضعيف جدا، لان بيبقى ايه مفيش حركه، السفر مش موجود، والفيوميه مثلا الفيوميه وبتوع الصف وبتوع السفر وبتوع المنيا
تبقى كتيرة ايه يوم الاربع لما بياخدوا كميات، وبيبقى يوم الخميس ده احلى يومين. غير كده يوم الاثنين ده بيبقى يوم ضعيف جدا جدا، ويوم الجمعه بيبقى حلو عشان الملاك بيدي بياخد له ايه المانجا. يعني المانجا بقى المانجا هتفضل موجوده لحد امتى يا نورهان؟ الفاكهه اللي بتنزل فيها ملاك بصراحه، يعني الناس بتنزل فيها كتير، بتاخد بالكرتونه كرتونتين ممكن بياخدوا. طب قول لنا المانجا هتفضل موجوده لحد امتى؟ المانجا موجوده لغايه شهر 12، يعني بتخلص مثلا الزبديه بتبقى شغاله لغايه شهر 10، بعد كده بيشتغل الكيت. الكيت بيشتغل من 10 لغايه 12، لغايه شهر 12. طب اسعار المانجا ايه النهارده؟ طب انا شايفاها ان هي يعني بكثره وانواع كتير، عايزين نعرف اسعارها ونعرف كمان هل الفتره الجايه سعرها هينزل ولا لا؟ لا يعني لو بصيت كده السنه اللي فاتت كان في هجمه كبيره في المانجا فكانت سعرها حنين، اما السنه دي المانجا كلها ايه مع الحراره هجمت فسعرها ريح، بس من لغايه 20/8 المانجا هتزيد تاني لان المانجا خفيفه على الشجره السنه دي. طب قول لي انواعها واسعارها ايه عندك؟ كله كان متخيل المانجا هتقل السنه دي، بس المانجا هتزيد لسه. في عندنا برده عندنا عباس اهو هرم شغال سعره حلو خالص. كم يعني سعره كم حلو زبدية. خالص العويس وفي زبديه، بس الزبديه سعر العويس سعر كام؟ العويس ده شغال من 35 لغايه 40، ده عويس هرم. في 35 انا جايبها ب 30 شغال من 30 لغايه 35 زي بقى اهو سوق جبتها هندي من شاوي جايبها من سوبر ماركت التجمع الخامس 30 ده شغال من 18 لغايه 25 في نعوم. اتعلمت وما بيضحكش عليكي. ايوه. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه يا نورهان، يعني انت دلوقتي في سوق 6 اكتوبر الاسعار اغلى من العبور، اغلى من العبور كتير. في حاجه اسمها مايا شغاله من اسأليه كده هو بعلي الاسعار ولا ايه؟ انا لاحظت ان انا من خلال ما باخد الاسعار من الناس الموجوده في السوق لاحظت ان الاسعار هنا اغلى كتير. صحيح. من سوق العبور. أيوة. كمان كان في احد كان في من شويه بس انا ما لحقتش اتصور معاه طبعا مشي قبل ما نطلع هوا، كان واحد هو ومراته بياخدوا بيشتروا يعني حاجات من هنا وقالها لي، قال لي الاسعار هنا اغلى من سوق العبور. صحيح باين من الاسعار. طب ما تزوديش بقى في الموضوع ده لان هم مستمعينا، ولكن انت سامعينا عشان لو اتضربتي احنا على الهوا مش هنعرف نجي لك خالص دلوقتي. ما تقوليش كده قدام الراجل تاني. طب انا عايزه اسالك سؤال يا نورهان بالنسبه للخضار، معرفش اذا كان الاخ اللي معاك الباشمهندس ده يعرف يجاوب ولا لا. يعني انا مثلا من ضمن الناس في القتة اللي هي زي الخيار، انا ما بلاقيهاش بتقولي انا عارفاها. طب هي ليه مش موجوده في الاسواق؟ يعني ما لهاش عشان انا مش لاقياها. اسالي ليه لو يعرف. انا سالت عليها برضو كتير ما لقيتهاش. طيب معلش احنا نسالك سؤال، انا عارفه ان هو بعيدا شويه عن الفاكهه وانت هنا في الفاكهه، القته انت اكيد عارف القته، انا ليه ما بشوفهاش في السوق؟ القته حاليا لسه هتظهر. لا يا عم ده بقالها شويه. ده في الخضار، والخضار بيبقى شغله مختلف خالص عن الفاكهه. بداياتها القتة دلوقتي بكام؟ يعني كان في المحل اللي جنبينا انا كان نازل له قتة من يومين كده. من يومين كانت ماشيه مثلا 9 جنيه 10 جنيه. كل قتة. لان بشاير الحدث طالما بشاير بتبقى سعرها مرتفع. يعني المانجا لو بشاير ما بقاش سعرها مرتفع لانها بتبقى ايه بتطلع ناقصه كده مش كامله في النمو بتاعها فتمرض. الرمان مثلا بيطلع بشاير ما بقاش حلو مش مرغوب، بيطلع بشاير بيبقى مر كده حادق مزز فما بقاش مرغوب. مثلا حاجه زي التفاح بتبقى مرغوبه، حاجه زي الخوخ المشمش كل ده البشاير بتطلع غالي. يعني العنب السنه دي نزل ب 150 بشاير وصل لغايه ما ختم على 25 23 قال لحد 20. انا بشكرك جدا، شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا نورهان. انا دي كانت كل الاسعار اللي موجوده في سوق العبور. بنشكرك شكرا جزيلا يا نورهان على تعبك ونزولك والابديتس اللي بتقدمها لنا اول باول. بس يعني بصي احنا طلعنا بحاجه النهارده انه سوق 6 اكتوبر اغلى من العبور، يعني طبعا فرق المسافات اكيد. يعني بس هو يعني اغلى في كل حاجه. خلي بالك سوق العبور اكبر واشمل زي ما نورهان عادل قالت، سوق العبور مليان حاجات اكتر، هتلاقوا فيه سمك وهتلاقوا فيه خضار وهتلاقوا فيه فاكهه هتلاقوا فيه كل ما تشتهي. بس هو المسافه بعيده يعني اكيد اللي في اكتوبر هيجي اكتوبر يعني بس هو ممكن فاكهه اكتر في اكتوبر والخضار قليل، ولكن خلينا نقول فعلا الاسعار زادت. لا كل هي نورهان وهي بتستعرض اسعار الخضار
انا ما صدقتش. لا الاسعار غاليه زايده شويه من دول. يعني الطماطم الخيار ايه يعني ايه الخيار ب 20 جنيه خيار يعني ماشي. طيب تعالى انا سالت على القته ليه؟ عشان ارخص من الخيار. نتجه بقى للقته طالما الخيار غالي. ب 10 جنيه لو مش لاقيينه ارخص. نص مش لاقيينه بكره نلاقيها هي كمان غاليه. ولكن تعالوا نروح نشوف اسعار الذهب والعملات، ومن بعد اسعار الذهب والعملات نروح بقى لاهم فقره معانا وهي الصحافه الالكترونيه اللي هتقدمها رجا. مشاهدينا الكرام، دلوقتي جه ميعادكم مع قراءة سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومين أكتر الشخصيات انتشارا على المواقع الإخبارية المصرية. هنبتدي رقم واحد، بيجي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه تلقى اتصال هاتفي بالأمس من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس. خلال الاتصال كان في تأكيد من الطرفين على مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومجال الطاقة، أيضا على مستوى التشاور السياسي في مختلف القضايا. من أبرز التصريحات اللي أدلى بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال واللي بتتنقلها الصحف المصرية والأجنبية، هو أن التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة. أشار سيادته لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد. نيجي بعد كده رقم 2، بنلاقي بنيامين نتنياهو على خلفية التصريحات اللي خرجت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اتقال في التصريحات دي ان إسرائيل سترسل فريق المفاوضات في 15 من الشهر الجاري للمكان الذي يتفق عليه الوسطاء للمشاركة في تحديد بنود وإطار صفقة مع حماس. وبالتوازي مع تصريحات مكتب نتنياهو، نقلت صحيفة يدعوت أحرانوت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب ستذهب إلى أي مكان من أجل دعم مفاوضات صفقة التبادل. قبل ما أنتقل للشخصية رقم 3، صفقة التبادل أنت رايح ويوم 15 أغسطس مفروض أنه هيبقى فيه وفد ورايح. النهاردة المجزرة اللي حصلت النهاردة الصبح ساعة صلاة الفجر اللي راح فيها أكتر من 100 شهيد فلسطيني. طيب أنت بتخلص حاجة قبل ما تروح لصفقة التبادل، وكل كلامك عن الرهائن، ماذا عن ما تفعله على الأرض على قطاع غزة؟ ده تساؤل قبل ما يروح يتفاوض. تتفاوض على إيه؟ أنت لسه بتقتل في الناس. نيجي رقم 3 لدونالد ترامب. طبعا خليني أقول أن السباق نحو البيت الأبيض مازال مستمر، وده بيخلي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يطلق تصريحات طوال الوقت، آخرها هو تحذيراته بأن العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة وكساد اقتصادي عظيم، وقال أنه الوحيد القادر على مواجهتها. المهم وإحنا بنقرأ تصريحات لدونالد ترامب نشوف سياقها جه في ايه وتوقيتها. يعني التصريحات دي بعد ايام من تصريحات ادلى بها الرئيس الامريكي جو بايدن اللي اعرب فيها عن خوفه من الانتقال السلمي للسلطه، وانه مش هيحصل لو ترامب خسر الانتخابات. نيجي بعد كده لتايلور سويفت، هي رقم 4. ليه؟ لان السلطات النمساويه اعلنت عن مخطط ارهابي بيستهدف حفلات نجمه موسيقى البوب
تايلور سويفت في فيينا، وده طبعا أدى لإلغاء 3 حفلات كانت هتعملهم هناك. وأعلن المستشار النمساوي كارل نيهايمر عن إحباط المحاولة بفضل التعاون الأمني المكثف. أعلنت الشركة المنظمة إلغاء العروض وإعادة الأموال للجمهور. حاليا سويفت بتستعد لحفلاتها المقبلة اللي هتكون في لندن، والمشتبه به الرئيسي في تهديد حفلات تايلور سويفت هو شاب عمره 19 سنة. وقال عنه رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية انه عمر هيجاوي بيرشنر ان هدف المشتبه به كان قال نفسه وعدد كبير من الناس، وخلال تفتيش الشرطة لبيته لقوا عنده متفجرات كيميائية ودعاية لداعش وسكاكين ومناجل. على الجانب الآخر مدينة فيينا حاولت مواساة جمهور تايلور سويفت اللي معرفوش يحضروا الحفلات بسبب المخطط الإرهابي بأنها وفرت ليهم وجبات همبرجر مجانية. يا سلام. طيب تايلور سويفت لغت حفلاتها في فيينا علشان كان في احتمال مخطط إرهابي، وهتروح تعمل حفلات في لندن. هي الشارع في إنجلترا هادي؟ ده إنجلترا قايمة على بعضها، والمظاهرات قايمة على بعضها، واليمين المتطرف على هنا وبيدخلوا مساجد، وفي الدنيا مولعة في انجلترا. طيب انت في فيينا خلصتي من مخطط ارهابي، طب انت رايحة في لندن، ايه اللي هيحصل بقى؟ نيجي بعد كده للشخصية رقم 5 ايمانويل ماكرون. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة على منصة اكس قال ان الحرب في غزة يجب ان تتوقف، وهذا يجب ان يكون واضحا للجميع. الامر بالغ الاهمية لسكان غزة وللرهائن وللمنطقة التي يتعرض استقرارها اليوم للخطر. نيجي بعد كده نشوف ايه المواضيع اللي كانت متداولة بشكل كبير. هنلاقي صحيفة الباريزيان الفرنسية كشفت عن ان احتجاز مصارع مصري بتهمة التحرش الجنسي، وانتشرت اخبار عن ضبط المصارع في حالة سكر والتحرش بسيدة اثناء مغادرته من المكان الساعة 4:30 فجر امبارح. وتبين انه اللاعب هو محمد السيد كيشو صاحب برونزيت اولمبياد طوكيو. وعلى خلفية الاتهامات الموجهة للمصارع المصري، قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس تحويل كيشو لجنة التقييم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة، وده بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وقبل ساعات من عودته لمصر. وكلف ياسر إدريس في بيان رسمي من اللجنة الأولمبية كل من علاء جبر رئيس البعثة المصرية ونائبه عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب. اللاعب دلوقتي زي ما انتم سمعتوا في المداخله اللي عملناها في اول البرنامج ان هو مع السلطات الفرنسيه وانه محجوز ورافضين يخرجوا. نيجي بعد كده للدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي اللي اعلنت عن اضافه 50,000 اسره جديده من الاولى بالرعايه لبرنامج تكافل وكرامه. اكدت الوزيره ان تم وضع خطه طموحه بدعم من القياده السياسيه لانهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامه. الحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي اسمعوها معايا كده بهدوء. بدأت ازاي؟ بدأت ان في ضابط شرطة بيلف في دورية في المعادي بيعمل شغله، الراجل بيلف في الشوارع، الجو كان جميل والحياة حلوة والدنيا لطيفة وهادية، وفجأة كان معدي من جنب فيلا لقى ضابط الشرطة ده ان في اسد قاعد في بلكونة الفيلا. بناء عليه في قوة امنية راحت اقتحمت الفيلا، وطلع ان صاحب الفيلا دي شخص بيحب الحيوانات جدا جدا لدرجه انه بيربي اسد في البيت. يا ترى بقى هو كان بيربي الاسد ده لوحده في البيت، يعني ما فيش غير الاسد؟ لقوا ان هو بيربي مع الاسد 10 كلاب و25 قطه. السؤال الاهم هو بيحب الحيوانات لكن مين هو اللي بيربي الناس دي كلها وبيربيهم ازاي؟ يعني ازاي كل دول اللي هم بنتكلم على 25 قطة و10 كلاب واسد، ازاي كل دول عايشين مع بعض؟ المهم ان القوة الامنية اللي جت سلمت الاسد لادارة الحيوانات البرية التابعة لوزارة الزراعة، وسابوا طبعا مع الراجل الكلاب والقطط اللي هو صاحب الفيلا. انا بس عايزة اسأل تساؤل كده، يعني الاسد من الواضح من الصورة انه مش صغير، انه اسد كبير يعني مش صغير في السن، يعني مش شبل، يعني ده اللي عايز اقوله. طيب الاسد ده بقاله قد ايه معاه، وازاي جه وازاي دخل وازاي جيرانه، ما هو الاسد بيقعد في البلكونه اهو والدنيا فله معاه، يعني
ازاي الاسد ده الناس شايفاه وعادي يعني القصه كلها غريبه، والناس اللي بتربي الحاجات الغريبه دي، اللي بيربي اسد واللي بيربي نمر واللي بنلاقيه مربي تعابين، يعني ايه الميزه ان انت تعمل كده، خاصه انت في مكان في ضاحيه المعادي او في حي المعادي، يعني انت مثلا مش في مزرعه مفيش حواليك حد انت وحاطه في قفص بقى وكده، لا ده مش حاطه حتى في قفص، ده قاعد في البلكونه بتشمس، يعني ده الغريب، يعني برضو الناس بتعمل حاجات غريبه جدا. يعني نيجي بعد كده لشركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة اللي بتعتزم افتتاح مصنعها في مدينة العاشر من رمضان قبل نهاية 2024 مع انتهاء أزمة نقص مستلزمات الإنتاج وتوافر النقد الأجنبي. بعض المصادر المسؤولة من داخل الشركة قالت في تصريحات صحفية إن الشركة بتضع اللمسات النهائية في تجهيزات المصنع تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال بضعة أشهر. من ضمن تصريحات المصادر أيضا إن الشركة هتنتج هواتف أوبو في مصر بنسبة مكون محلي عالية بالتنسيق مع قطاع الاتصالات في مصر ممثلا في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات لمتابعة تنفيذ البرنامج. وطبعا ده خبر إيجابي جدا في صالح مجال الصناعة في مصر، لأن تنفيذ أول مصنع أكيد هيكون ليه فرص عمل جديدة للمواطنين في مصنعها الجديد، أكيد حتى سعر المنتج ده اللي هو تليفون أوبو لما هينزل في مصر هيبقى مش بالأسعار اللي بنشوف بيها أسعار الهواتف المحمولة، أكيد هيبقى في متناول الجميع، خاصة إن احنا شعب مستهلك بشكل كبير جدا للهواتف المحمولة، عشان نبقى واضحين كده. يعني اللي يقولك وإحنا ده لا 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 لا، ده اللي معاه 2 و3 تليفون و2 و3 وخط و2 و3، يعني احنا شعب استهلاكه كبير جدا. خلال الايام اللي فاتت دي كان في مقطع فيديو متداول على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف في الفيديو ده عدد من الاشخاص، مش اشخاص، شباب بيلهوا داخل احد المساجد. على سبيل المثال ان واحد منهم زي ما انتم شايفين اتشعلق في حبل داخل صحن المسجد، بالفحص امكن تحديد مكان حدوث الواقعه، وده في احد المساجد بالدقهليه. تبين ان مقطع الفيديو ده قديم، تم تصويره في 2022 خلال فتره اعمال انشائيه داخل المسجد. ايضا تمكنت الاجهزه الامنيه من تحديد وضبط مرتكبي الواقعه اللي موجودين في مقطع الفيديو، وهم 4 طلاب وهم مقيمين أيضا في محافظة التقهلية، وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم، وقالوا إحنا كنا بنلعب. لا تعليق. مقال النهاردة معنا مرتبط بموضوع مثير للجدل جدا ومطروح على ساحة النقاش، سواء بقى لو هتكلم في الصحف، مواقع إلكترونية، مواقع تواصل الاجتماعي، هنلاقي بين مؤيد ومعارض. الموضوع هو إيه؟ حفلات أو الرقص في حفلات التخرج، هل الرقص في حفلات التخرج مقبول أم غير مقبول؟ أخلاقي أم غير أخلاقي؟ المقال بيحمل عنوان حفلات التخرج من القيم الجامعية بقلم عبد اللطيف المناوي. بيكتب المناوي عن رأيه بعد حادث إحالة جامعة الزقازيق لواقعة طالب رقص في حفل تخرجه للتحقيق. المناوي بيرفض في المقال فكرة الرقص في حفلات التخرج، والحقيقة انه مش بس رفض من اجل الرفض، ولكن بيخلينا نقارن بين حفلات التخرج عندنا دلوقتي وبين حفلات تخرج لجامعات على مستوى العالم، قال فيها مشاهير من السياسة والفنانين والاعلاميين زي باراك اوباما، اوبرا وينفري، قالوا فيها اقوال مأثورة. فيا ترى إحنا إيه المأثور اللي هيتبقى من حفلات تخرجنا؟ تعالوا نروح للكاريكاتور من صحيفة الشرق الأوسط. في الوقت اللي أنظار العالم بتتوجه نحو قطاع غزة ووحشية قوات الاحتلال هناك في جرم وحشية، على الجانب الآخر وهي الضفة الغربية، قلوبنا مع أهلنا في فلسطين من قطاع غزة للضفة. الدنيا زي الفرحان بنجاحه، احلى ما غنى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ لكل يعني مناسبه كده ونجاح، والبيوت كلها بتبقى مشغلاها في يوم زي ده. فاحنا النهارده بقى الحقيقه قلنا لازم نحتفل بالاولى
في الثانوية العامة. أكيد بنبقى مبسوطين جدا لما أولادنا يكونوا متميزين ويكونوا شاطرين وتعبهم ما يروحش على الفاضي، فبيبقى مهم جدا جدا إن هم يحسوا إن هم بيتقدروا وإن هم بياخدوا حقهم، وإن إحنا نجيبهم هنا معانا عشان نقول لهم ألف مليون مبروك. بصي أنا عايزة أقول لك الثانوية العامة دي سنة مهمة جدا في حياتنا كمصريين، يعني إحنا كمصريين دي السنة دي بنبقى عاملين كده، والله مش بس كمصريين يعني في أغلب الدول بنلاقي من أول لما الطالب أو الطالبة يدخل المرحلة دي بتلاقي حالة الطوارئ في البيت. بيحاولوا يعملوا كل حاجة لبنتهم أو ابنهم طالب الثانوية العامة، كل جو هادي، ما تتكلمش عشان أختك أو أخوك بيذاكر، علشان يقدر يحصل أكبر كم ممكن من التحصيل الدراسي. في حاجة كمان الأسرة بتتحملها بشكل غير عادي، النفقات. ياه بيدفعوا فلوس كتيرة جدا علشان ولادهم ينجحوا يجيبوا نتيجة حلوة. كل ده بيتنسي، كل التعب ده بيروح، والأسرة بتبقى في حالة مش عايزة أقول من السعادة، والعيلة كلها بتبقى مبسوطة والطالب. لكن كمان لما بنتك أو ابنك يبقى من المتفوقين من الأول، من أول الثانوية العامة، زي ملك اللي منورانا النهاردة. صباح الخير يا ملك. صباح النور. أهلا. ووالد ملك الأستاذ علي. علي. صباح الخير عليكم، والف الف في البدايه طبعا الف مليون مبروك لملك، ومليون مبروك لحضرتك، لان انا متاكده ان فرحتك من جواك بملك اكتر من فرحتها بكتير، لان زي ما كانت رشا بتقول الطالب بيحصل وبيتعب وبيشتغل، ولكن الاهل بيكون عليهم الحمل الثقيل. يعني اكيد حضرتك ووالدتها طبعا في البيت اللي بتهيئوا لها المناخ المناسب، بتصرفوا طبعا مصاريف زي ما قلنا مصاريف. صرفت كتير يا استاذ علي؟ يعني النتيجه كانت يعني اكتر من المصاريف اللي احنا دفعناها. طب الحمد لله. الحمد لله. هي عندها اخوات؟ عندها جودي في اولى ثانوي. اولى ثانوي بس بنوته واحده. حضرتك بقى ايه مكمل يا استاذ علي في موضوع الثانويه العامه ده شويه؟ انا كان عندي اعداديه السنه دي وثالثه ثانوي. ما شاء الله. اعداديه وثالثه ثانوي. وحضرتك بتشتغل ايه؟ محامي. طب ده دي حاجه كويسه. طب ملك انت ذاكرتي واجتهدتي وعملتي، بس كنت رسمه على انك تبقي اولى ثانويه عامه، ولا انا عايزه اجتهد واجيب مجموع كويس وخلاص؟ كنت عاوزه اجتهد واجيب مجموع بصراحه، او اطلع من العشر الاوائل اي مركز. اي مركز؟ اي مركز بصراحه. يعني توقعتي بقى انك تطلعي الاولى الثانويه العامه؟ بصراحه ما توقعتش، بس كان نفسي. كان نفسك. انت كنت حاسه، طب وانت بتطلعي من الامتحانات كنت بتكوني حاسه ان انت يعني راضيه عن ادائك في الامتحان، حاسه ان انت لا ان شاء الله ربنا يكرمني انا حليت كويس انا واثقه من اجابتي، ولا كنت دايما بتطلعي قلقانه خايفه مش واثقه؟ كنت بطلع قلقانه وخايفه. أيوه. ومش واثقه. هو دايما بقى يا رشا ساليني انا، كل اللي بيطلعوا قلقانين وخايفين ومش واثقين ما شاء الله بيكونوا اوائل. بس عايزه اقول لك يعني احنا كنا متابعين الثانويه العامه لحظه بلحظه. يوم لو تفتكري يعني هاد يوم اللغه العربيه. الكل كان طالع، دي اساسا كانت مكركبه هي، انا نفسي بطني كانت وجعاني يعني، دي مكركبه اساسا من اللغه العربيه ما اعرفش ليه. فلما جبناهم بقى وهم ده والامتحان صعب فعلا كان كده. كان صعب. هو اليوم كان عندنا اصلا في البيت صعب جدا. ليه بقى؟ الا عملت ايه يا استاذ علي؟ بصي هو امتحان العربي كان اول امتحان. فطبعا كان يعني كان ما كناش محتاجين. حضرتك محامي يعني لغتك قويه. فكان اول امتحان كان عربي، فكنا يعني كنا عايزين يعني الاول ماده تبقى اسهل احسن. عشان تديها دفع للي جايين. امتحان العربي جاي على الكل صعب. جدا يعني، بس احنا كان عندنا بقى يعني احنا واخدين من الاول اللي احنا نرجع من الامتحان اليوم خلص خلاص. ما تتكلميش بقى يعني بتعملوا ازاي. يعني انا مامتي والله العظيم يا رشا شايفه كانت بتعمل في ايه، كانت تجيب ورقه الاسئله وتقول لي قولي لي جاوبتي في كل سؤال ايه. طب خلاص انا مش عايزه افتكر يعني انا كتبت ايه. بس انا كنت بعمل كده برضو مع نفسي. انا كنت بجيب ورقه الاسئله واقعد احسب والحرف ده كتبته غلط. بيحسبوا قبل ده بيبقى استعجال، لكن حضرتك ما عملتش كده يا استاذ علي. لا خالص. احنا حييك وهنيك. احنا كل اللي بنعمله مع ملك حاجه واحده بس. ايه بقى؟ اللي احنا نطمن ان هي وسط البيت بس. الله عليك والله. وكمان ما بنعملش عليها ضغط. هي جميله كده ورقيقه. طيب ملك انت يعني كنت رسمه ان انت تطلعي من عشر مراكز الاولى مظبوط؟ مظبوط. كنت بتعملي ايه بقى من اول السنه؟ يعني اللي بيسمعنا دلوقتي
واللي داخل على المرحله دي وداخل على المرحله دي وجودي ما هي داخله على المرحله دي، كنت بتعملي ايه؟ هو اهم حاجه هي بس ان محدش يراكم عليه مذاكره او كده، لان لو هو اتراكم ممكن في اخر السنه تاثر على النتيجه. يعني تذاكري اول باول، بس يعني اللي بتاخديه بتروحي البيت تطبقيه، سواء بقى في درس كنت دروس خصوصيه طبعا، صح، في كل المواد يا ملك، كل المواد. طب احنا كنا عاوزين نعرف زي ما كانت درس خصوصي، معلش دي واحده، درس خصوصي المدرس بيجي لك البيت او بتروحي البيت ولا بتروحي سنتر؟ لا سنتر. سنتر ما انا برضو عايزه اعرف. سنتر دي بقت منتشره قوي، بس هي زيها زي الكلاس بتاعك في المدرسه، يعني زي الفصل في المدرسه بتكون برضو الطلبه كتير؟ عادي. طب والمدرسه ما فين؟ ما بتقومش بالدور ده ليه؟ بجد اتكلمي بجد ما تخافيش. هو بجد احنا حاليا مش في مدرستنا بس، يعني بس هو ما فيش لثانويه عامه يعتبر دراسه او تدريس، يعني ما فيش، لا احنا اجازه. بس يعني انت المدرسين في المدرسه، انت في مدرسه ايه؟ الأرمون. الأرمون. مدرسة خاصة؟ لا. مش خاصة؟ لا. أنا معلوماتي إن الأرمون خاصة. أنا برضو معلوماتي. في أرمون خاصة. في أرمون خاصة وفي أرمون حكومية. أرمون الحكومية المدرسين في المدرسة ما بيشرحوش للطلبة، يعني أنتِ ما كنتيش بتحتاجي، أنا بشوف ثانوية عامة كتير جدا ما بيحضروش. يعني هو العادي إن إحنا معتمدين على الدروس أو السنترز والمذاكرة. يعني أنتِ ما بتحضريش كنتِ؟ لا. لا هو ولا مدرسة تقريبا كله كده في مصر حد بيحضر فيها في ثانوية عامة. لا ده مهم جدا ان احنا نتكلم فيه من هنا، وخصوصا ان ملك معانا النهاردة، ان بجد يعني من وزير التربية والتعليم محتاجين وقفة لموضوع اللي بيحصل في المدارس الحكومية في الثانوية العامة. المدرسة معروف ان هي لازم تقدم للطالب كل ما هو محتاجه، المدرس يقف يشرح، الطالب يبقى عارف ايه المقرر اللي عليه ويذاكره اول باول، لان هو بيضطر في الاخر يروح السنتر بره اللي حضراتكم نزلتوا قرار بغلقها لفتره ورجعت اتفتحت تاني، ولو الطالب ما بيروحش السنتر هيعمل ايه في المدرسه؟ من المدرسه ما بتشرحش. بصي انا كنت ضد السناتر صراحه، بس لو الوضع بالشكل اللي انتوا بتحكوه ده انت ما عندكيش حل تاني غير السنتر. هو حقيقي ما عندكيش حل. اول حل ان الموضوع يتعمل له وقفه يا رشا، ويبتدوا ينظروا له بقى بنظره تانية جديه، ويبتدي المدارس تشتغل بجد. طيب. يعني ده بنتمناه الفتره الجايه. انت الفتره الجايه بقى كتبتي كده بقى رغباتك؟ هو انا اول رغبه ليا اكيد هي ألسن، فانا بحاول اشوفها واشوف ايه مثلا كليه تانية هتبقى قريبه ليها. يعني مجموعك يعني ألسن بتاخد اقل من مجموعك بكتير، فانت ضماها ان شاء الله، ولكن ليه اخترتي يعني ليه مش اقتصاد وعلوم سياسيه؟ ليه مش اعلام؟ ليه مش الكليات اللي بتاخد على قد المجموع ده؟ ده سؤال مهم، لسبب ان ناس كتير بتقول لك انا مجموعي كبير فانا هدخل اكبر كليه، لكن انت واضح ان انت محدده هدفك، انت عايزه ايه؟ بصراحه انا كان نفسي اخش ألسن من زمان تقريبا من اعدادي. فانا بحب الدراسه اللي فيها وكده، وحاسه ان هي ان شاء الله يعني ممكن احقق فيها حاجه. انت عايزه انهي لغه؟ انجلش واسباني. انجلش واسباني، وانت شاطره في الاثنين ولا لسه؟ لا الانجلش تمام الحمد لله. الاسباني لسه متاسس. الثانويه العامه ايه؟ اسباني. كانت اسباني. طيب برضو عايزه اقول لك على حاجه، اولى ثانويه عامه، طيب يعني مفيش بيحصل كده ده خدت منحه دراسيه ده ما حصلكيش ده؟ لا اكيد. الجامعات التقيله حصل؟ حصل. ايه؟ اكتر من جامعه زي الاي يو سي والبي يو اي والجي يو سي كمان بعتت لي، وبنشوفهم حاليا يعني لسه مقارن بينهم. وممكن ما تروحيش ألسن العاديه وتروحي واحده من دول. تروحي جامعه انترناشونال، الجامعات دي هي اللي بتكون مقدمه المنح للاوائل وانت بتقدمي فيها، مظبوط؟ مظبوط. انت قدمتي في كام جامعه كده من المنحه دي؟ لا لسه هي قدموا لها بس يعني ادوها عروض مش اكتر. ادوكي عروض وانت لسه ما قدمتيش. العروض دي بتكون يعني مجانيه تماما ولا بتدفعوا جزء؟ لا تماما مجانيه. حتى الان الكلام كله عن انها مجانيه. اربع سنين. اي يو سي والبي يو اي. والبي يو اي دول البريتش. البي يو اي اللي هي البريتش. والاي يو سي الجامعه الامريكيه في القاهره. والجي يو سي قلتي برضو؟ والجي يو سي ثلاث جامعات وجامعه جامعات وقال يعني كبار. فيعني ده معناه ان من جد وجد ومن زرع حصد. تعبت ولقت. استاذ علي معلش قبل ما نختم، ايه عملت لها ايه في البيت؟ يعني عايز اعرف بس جو البيت كان عامل ازاي؟ لا هو جو البيت احنا كنا عاملين يعني خطه من اول السنه. معسكر يعني؟ لا ولا حاجه، هي خطه من اول السنه.
الخطه دي اللي احنا ملك اعملي اللي عليكي اشتغلي واحنا كلنا هنساعدك. بس ما حدش فينا ولا ضغط عليها مذاكره ولا حد فينا كان بيقف قدام باب المدرسه ويستناها ويعمل كده. ما فيش لا لا خالص. احنا طب بس كانت بتخرج بتروح زيارات عائليه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. يعني في رمضان عادي تتفرج على المسلسلات معاكم؟ عادي جدا. فعلا؟ اصل انا نعرف بقى ان الدحاحين بقى اللي بيطلعوا اوائل دول ما بيقوموش من على المذاكره. لا خالص عادي كانت بتتابع المسلسلات كلها عادي. الله عليك. ومفيش تنزل تصلي معانا العشاء والتراويح. ما شاء الله عليك. يعني مفيش اي حاجه يعني ايه هي منظمه. فهي كانت كل حاجه ليها وقتها. هي اللي منظمه. هي اللي منظمه. وهي وهم بنتين بس عند حضرتك؟ بنتين. ربنا يخليهم لك يا فندم. البيت كان مهيئ لجو الثانويه العامه. ملك طبعا الحمد لله. انت شكلك مترجمه من دلوقتي. يعني انا كده اصل انا ايه رحت في حتت كتيره وشايفه المترجمين عاملين ازاي. شكلك مترجمه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه. هتبقي مترجمه عالميه. خليني اقول ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك يا حبيبتي استاذ علي. احنا بنهنيك. الله يخليك. على البيت الجميل ده وربنا يحرسه لك يا رب. وبنهنيك على تفكيركم بالشكل الجميل ده. والف الف مبروك وان شاء الله تحققي كل اللي تتمنيه. الف مليون مبروك ملك. الف مليون مبروك لحضرتك. مليون مبروك لينا الحقيقه ان احنا يبقى عندنا كوادر مهمه زي دي بتطلع من بيوت مصريه فعلا عارفه ازاي تطلع ناس يعني نبغه زي ملك علي الاولى في الثانويه العامه شعبه عدبي. ربنا يوفقها يا رب وتحقق كل اللي تتمناه. فقرتنا خلصت مع ملك ومع ابو ملك الجميل بسرعه جدا. نشكركم جدا. نروح فاصل. فاصل. يلا فاصل. في فقرتنا دي هنروح مع بعض مكتبة اسكندريه. مكتبة الإسكندرية بتعمل حاجة جميلة جدا. بتعلن عن إطلاق تجربة جديدة والصراحة تجربة مميزة تحت شعار بودكاست مكتبة الإسكندرية. دي هتبقى إيه؟ دي هتبقى نافذة جديدة لتقديم واستعراض رحلة حياة. رحلة حياة بتاعت مين؟ أهم الرموز سواء بقى بنتكلم على مجالات ثقافية وفنية. البودكاست ده مش بس هيعرض قصص النجاح او تجارب ملهمه لكن كمان ممكن ينقل لنا خلاصه تجارب وخبرات الفنانين والمثقفين للاجيال الحاليه والمقبله. يعني اكيد اكيد هنستفيد من مشوارهم وهنطلع بحاجات كتيره مهمه. اكيد. والنهارده كمان خليني اقول لك هنتعرف على تفاصيل مشروع بودكاست مكتبه الاسكندريه عشان نستكشف بقى كل جوانب المشروع ونعرف تفاصيل اكتر عن الشخصيات اللي هتظهر فيه وكيفيه الوصول للمحتوى لجمهور اوسع. كل ده هنتناوله في حديثنا عن فكره البودكاست واهدافه وابرز الضيوف وتوقيتات البث وكمان الجوانب المختلفه اللي هيركز عليها وده كمان بالاضافه لكيفيه متابعه الحلقات والاستفادة منها. كل ده مع ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ محمد رضا رئيس قسم الانتاج بمكتبه الاسكندريه وايضا مسؤول اخراج البودكاست. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك استاذ محمد. يعني اديني فكره. يعني يمكن البودكاست لغايه دلوقتي مش واضح لناس كتير فنشرح البودكاست عباره عن ايه. هل هو برنامج تلفزيوني؟ هل هو برنامج اذاعي مصور؟ هل هو ايه وايه اللي بتعمله بقى مكتبه الاسكندريه في البودكاست؟ احنا الاول نبتدي طبعا لان التعريف الناس بتستخدم المصطلح يمكن ما يكون بالنسبه لها مجهول شويه. هو جزئين. هو كان بدايته فكره لما من حوالي 2004 كانوا اعلنوا في ابل عن الفكره دي ان هما كان فكره الايبود الناس بتسمع عليه لحاجتها وفكره البرودكاست انه يبث. فازاي انا كشخص اقدر اعمل البدايه كان بث صوتي خاص بيا يبقى انا عندي الاذاعه بتاعتي فاقدر اوصل لحضرتك واوصل لك من خلال طبعا الانترنت. فاتطورت الوقت لانها فيها ميزه انها فيها نوع من الاريحيه فيها نوع من التواصل لان ميزه النيو ميديا احنا كنا زمان عندنا الميديا التقليديه ان الناس اللي هم المسؤولين عن الاعلام بيتكلموا الناس فالناس بتستقبل. لما طالعه بقى احنا بنتكلم بقى على الايره الجديده نيو ميديا فبقى في تواصل رايح راجع. فميزه البث الصوتي لو انا بحب اسميه كده ان هو بيقدر لا يبقى في نوع من التواصل وبقدر اقول اللي جوايا وبطلقه بقى عندي طبعا بلاتفورمز كتيره. فاتطور بقى مع الوقت فابتدوا يصوروه فلما اتصور بقى انا فيديو بودكاست فاصبح بالنسبه لنا بيمثل البرنامج
فبالتالي باخد حاجتين، اقدر اشتغل في التلفزيون او قصدي اي حاجه من دول كانه برنامج بيتعرض، وفي نفس الوقت استخدمه صوت، فاللي عايز يسمعه صوت يبقى انا اخدت يعني الجمهورين، جمهور الاذاعه او اللي بيسمعه في العربيه او الموجودين في اي مكان او على موبايله في اي حاجه، وفي نفس الوقت اللي بيحب يشوف كمان. عشان كده اتطورت الضيوف. طب انتوا البلاتفورم بتاعكم عباره عن مين؟ لا احنا الاساس بالنسبه لنا عندنا تشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت مكتبه اسكندريه، وهي الحمد لله عامله نجاح كويس جدا، لان عارف حضرتك في ازمه في المحتوى الثقافي. المشاهدات ليه بتبقى قليله، مش زي الرياضه، مش زي الفن. فاحنا يمكن بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان مكتبه اسكندريه هي مكان كل المصريين. فيمكن دكتور احمد زايد في حرص طبعا ان يكون كل اطياف مصر موجوده على مدار السنه. احنا عندنا اكتر من 1000 حدث، بيبقى حضراتكم موجودين، فنانين قمم بالنسبه لنا والشباب وكله. ده ادانا فرصه. طب ايه المانع الناس اللي بتجي لنا دي نعمل نوع من التواصل مع الشباب، لان احنا في افتقاد للقدوه بشكل معين. يعني مكتبه في حرص. احنا عاوزين نعرف ايه اللي بيقدمه محتوى البودكاست بتاع مكتبه الاسكندريه. احنا استشعرنا من خلال التساؤلات ان في رغبه عند الناس انها تشوف حاجه جديده ومختلفه. فاحنا حاولنا نقدم القمم دي او الشخصيات دي حياتهم ونجاحهم. دايما الناس بتبقى عايزه توصل بسرعه، ما شافوش المجهود اللي حضرتك بذلتيه من ورا في عالم تاني. فاحنا حاولنا نقرب المسافه، نقول لهم يا جماعه الناس دي شوفوها مشت ازاي، فحاولوا انتوا تمشوا كده. بس بقى مثلا فنان، مشوار جدا اعلامي جدا. مشوار في شويه تفاصيل بتبقى خفيه سنه. دايما التواصل الناس بالشكل التقليدي مش عايزاه. فهو ده الميزه اللي اوجدها، حته حاجه فيها اريحيه. فبالتالي بعرف شويه تفاصيل بالنسبه لي كويسه. يعني بتستضيف كوادر بالظبط كده، دول طبعا ضيوف المكتبه رحلتهم. طبعا ونشوف رحلتهم بس بشكل مختلف. يعني احنا عاملين تيم. يعني هقول لك على حاجه، يعني بالنسبه لي انت بتتكلمي الكلام التقليدي اللي هو اللي موجود اللي بتحبي تعبري بيه عن نفسك، لا انا بلمس شويه حاجات موجوده جواكي. لان انا بحاول اوري للتاني انك تعرضتي لموقف صعب بس انتصرتي عليه. فانت لو تعرضت له لا هتقدر برضو انت تحقق كده. فابتدى من هنا لما بتتكلمي، هو قعدته واسلوبه بيديكي بقى في تواصل. تمام. بتبتدي بقى انت تتكلمي تقولي كده. فاحنا استفدنا من ده وحاولنا نوصل ان احنا نقرب، لان احنا بيهمنا احنا ما عملنا في بالنسبه لنا في الباك اند في اليوتيوب او عندنا في كل السوشيال ميديا بالنسبه لنا عندنا لا شريحه كبيره جدا من الشباب. فدي ميزه بتميز المكتبه. فازاي اقدر انا حد بيتكلم بلغه معينه وبشكل معين ان انا اجيبه بفكره انزله اقربه لده واخد من وقت ده كمان. تعرف مع السرعه كده استاذ محمد، احنا يمكن كنا بنعرض جزء من البودكاست بتاع مكتبه اسكندريه. عايزه اعرف يعني هم انا شايفاهم قاعدين عفوا وراهم مكتبه. تمام. هل ده استوديو؟ استوديو المكتبه. استوديو استوديو مكتبه اسكندريه. يعني اهو بص حضرتك الشاشه قدامنا، ده واضح انه مكتب او مكتبه. تمام. متكامله. يعني احنا عاملين ديكور طبعا مكتبه في الاستوديو. عاملين ديكور المكتبه. ديكور المكتبه جوه الاستوديو. انت عارفه الزوار كتير. فمش اي مكان سجلي فيه عشان يطلع الصوت كويس. هي دي معالي السفيره نبيله مكرم. ايوه اوكي. ما احنا كان في حرص ان احنا نجيب مجموعه كوادر بشكل معين طبعا قريبين. وبرضه احنا بنحاول نعمل مش هقول سيرفي بس بنحاول نعرف الناس عايزه تسمع من مين ومين قريب ومين موجود، بحيث انت برضه ما هو انت لازم. يعني ده استوديو متكامل. استوديو متكامل بكام كاميرا بقى؟ ده بثلاث كاميرات. زي الاستوديو. المكتبه حرصها من زمان على الاهتمام بالمحتوى المرئي جدا. فكان يمكن قطاع التواصل الثقافي ودكتور محمد سليمان المسؤول عنه وهو شاب يعني في حرص جدا على انتاج الفيديوز. انت عارفه الكالت نت عندنا مركز توثيق برضه بيعمل فيديوهات. فدايما كان المحتوى المرئي بشكل او باخر ضروري يكون موجود. يعني انت عارفه الكتاب ما بقاش واخد المساحه يمكن الكبيره، لكن احنا يهمنا الشباب. المكتبه ما تهدفش الربح بس هي بتهدف لنشر الثقافه والمعرفه، حتى المعارض الفنيه ازاي نقدمها بشكل مختلف. احنا مش هقول صناع محتوى بس عندنا محاوله ان احنا نقرب اكتر، نماركت اكتر. عشان اكتر بقى بتاخد انهي جانب من حياه الضيف اللي انا دايما بحس موجود معاك في البودكاست، بتلمس ايه بالظبط في قصه حياته عشان تقرب اكتر؟ بص احنا عندنا يعني تيم، مش هقول مجموعه اعداد. يعني بتجهز مثلا دينا ابو العلا هي مديره الاستوديو وموجود معاها مجموعه شباب، بنبتدي نحاول نستكشف بعض. انا قلت لك التارجت الاساسي ان احنا نقدم نموذج زي ما يكون قدوه لهذا الشخص. كل الناس فاكره
عندها عايزه سرعه في النجاح. طلع خلاص طلع ووصل، اصل ده واسطته، اصل ده مش عارف ايه، ايوه بالظبط الكلام ده كده. لكن رحلتها بقى، لا رحلتها شويه المعاناه اللي موجوده يا جماعه، انتوا هتتعبوا شويه بس هتعملوا. انا قابل لي موقف كذا، انا واجهت ظروف بس برضو انتصرت. انا كنت مش قادر اتكلم في الاول في الاذاعه، بس لا لما لقيت مكاني اثبتت نفسي. فبنحاول نلمس في الاساس مناطق النجاح اللي موجودة، بس بنقول لهم يا جماعة محتاجة مجهود، الدنيا مش بتبقى بسيطة. المهم لقينا الحوار بيبقى لطيف، في اقبال جديد كتير جدا على المشاهدة، ابتدوا بقى يطلبوا دلوقتي يعني مع مهرجان الصيف في المكتبة بقى طول شهر في حفلات، عايزين الفرق الشباب يعملوا معها بودكاست، عايزين يقربوا لهم، لان دايما اللي بيتكلم بشكل كده دايما في نوع بيقول بس المطلوب منه، لكن لما تقعد انت في البودكاست احنا بناخد مدة طويلة برضه. فنبتدي بناخد في الايديت برضه حاجات اللي هي، هو البودكاست بتزوقه قد ايه تقريبا؟ احنا بنعمل حوالي نص ساعة، هو 28 دقيقة بس هو ساعات ممكن تسجلي ساعة، تسجلي أكتر. في بعضهم لما بيسترسل شوية قد ايه مدته؟ ما هو 28 دقيقة بس احنا عاملين بقى تكنيك ساعة برامج عاملين البرومو دقيقة ونص وبنحاول نلم فيه ده، وبعدين بيبقى موجود مع اللينك. تمام. برضو احنا دايما بنشوف الناس، في ناس المنصه بقى اللي بيتعرض عليها البودكاست، لا هو طبعا في حاجات كتير بس احنا الاساس بتاعنا بيبقى في اليوتيوب شانل عشان بنعمل لها. ففي دلوقتي هم عاملين اوبشن جديد في البلاي ليست بالنسبه لهم اللي هو البودكاست. فبيبقى اللينك موجود سهل، انت لو كتبت بودكاست مكتبه اسكندريه في اي مكان، لان برضو عندنا صفحات سوشيال ميديا موجود عليها البرومو على الاقل موجود، وكله تحتيه اللينك بتاع الحلقه. استاذ محمد، يعني حضرتك اكيد وبتقول حضرتك دارس في امريكا وكده، التيم بقى اللي شغال معاك، ما هو انا في الاعلام، ما احنا كلنا بقى في الاعلام بقى وعارفين التريكس اللي بتحصل في الاعلام. مين اللي بيحاور؟ اللي بيحاور ده بيعرف يطلع اللي هو عايز ده، زاويه التصوير، الاضاءه، بدي يعني بيبقى ريفلكشن على الرؤية اللي انتوا عايزينها. التيم بقى مين المذيعين اللي موجودين بيحاوروا؟ وبعدين اكيد المذيع اللي بيحاور فنان غير اللي مذيع بيحاور مسؤول، غير اللي مذيع بيحاور مثقف، غير المذيع اللي بيحاور فرقة موسيقية، يعني اكيد. واحنا ده كان الموسم الاول فكان احنا دايما بنستعين بالكوادر الموجودة في المكتبة. فكان عندنا احد الزملاء دينا المهدي، هي طبعا مترجمه يعني لها كتب اكثر مبيعا، وحد برضه ثقافته واسعه ويمتلك عده لغات، فبالتالي كان الاختيار. احنا الحمد لله فكره التيم ورك موجوده، فاحنا زي ما قلت لحضرتك بنتكلم وبنقعد مع بعض وبنراجع، فانهي الانسب بيكون احنا دايما بنعتمد على المجموعه اللي موجوده جوه المكتبه. اللي انت عارفه اسكندريه برضه يمكن في قله كتير جدا في الكوادر الاعلاميه بشكل او باخر طبعا لبعدها عن القاهره، بس احنا طبعا عندنا استوديو مجهز تجهيز متميز جدا جدا، زي ما قلت لك قيمه المحتوى زي برامجكم زي شغلكم الاعلامي ده بنهتم بيه جدا في المكتبه، فبالتالي كان لازم يبقى عندنا تجهيزات وناس يعني واخده كورسز ودارسه ومتخصصه بهذا الشكل. فبالتالي يمكن اعتقد هو بيشوف الكواليتي او حاجه زي كده بالاشخاص اللي موجودين معاكم. مظبوط مظبوط. لا المكتبه بسم الله ما شاء الله يعني هو اكتر من 2000 موظف كلهم، لا الحمد لله رب العالمين خير شباب مصر يعني وعندهم حرص شديد ان هم يعدوا بالمكان ويبقوا موجودين مع الشباب ان شاء الله. يعني انا دايما من الشغل احنا بنشوف ان احنا الاستوديو بيصور كل الفعاليات، لا حضور رهيب جدا جدا. لا احنا طبعا في الفتره الجايه كمان منتظرين المزيد والمزيد من النجاحات، كل العروض اللي بتقدمها وكل النجاحات اللي بتقدمها مكتبه الاسكندريه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد رضا، رئيس قسم الانتاج مكتبه الاسكندريه وايضا مسؤول عن البودكاست، اخراج البودكاست. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نورتنا. تعالوا نروح لفاصل، من بعد الفاصل نروح نستمع لموجز اخبار الرياضه مع رشا مجد. موضوع حلقتنا وموضوع فقرتنا دلوقتي الحقيقة يعني بيهمني أنا شخصيا، وحاجة بنقع فيها كلنا. يعني كم مرة قررت كده أن أنت قاعد فاضي ماسك الموبايل بتعمل سيرش بتشتري أونلاين الأوردر بقى، أي حاجة، لبس بقى، حاجة في البيت، whatever، إيه اللي أنت محتاجه أو احتياجك، وبتلاقيه قدامك دايما 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 على الابليكيشن اللي أنت بتستخدمها، ولكن الحقيقة بتكون غير الصور تماما تماما. يعني الموضوع قابلنا كلنا، وفي الآخر أغلب البيجز دي ما بترضاش أصلا هي ترجع لك أو تعمل ريفاند، مش بترجع لك تاني المنتج اللي هو ما بيعجبكش، خلاص انت كده لبست يا معلم، مفيش رجوع تاني، حاجتك خدتها اللي هي ما تمسش للواقع بصلة.
يعني قليل قوي 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 لما بشتري حاجه اونلاين وبتطلع تمام انا مبسوطه بيها وطلعت كويس، ولكن اكيد حصل معاك انت. حصل معايا واستلمت حاجات وطلعت حاجات. اولا لو هنتكلم على اللبس بتطلع المقاسات مش مظبوطه، والماتيريال الماتيريال بتبقى وحشه جدا غير الصوره اللي انت شايفاها خالص. زائد انه يعني في ابتدوا يقولوا لك ايه، يعني في ناس بعد ما بتشتري بيجز معينه مش كلها، في ناس محترمه جدا وناس كويسه، في ناس بتعمل وناس تقول لك افتحي المنتج قبل ما يمشي الراجل وشوفيه اذا كنت عايزاه او اذا كان هو لا، بس هتدفعي ثمن الكورير الشحن لكن في حاجات طبعا انت بتتخمي فيها، يعني لو اتكلمت على حاجات البيت انا مره اشتريت كده لومط كده بتتحط جوه الدواليب بالبطاريه بتلزق كده عشان تنور لك الدولاب من جوه حاجه قاسيه جدا واشتريت منها كميه قلت بقى عشان انور الدنيا. معانا المهندس مصطفى رحيم خبير التكنولوجيا اللي هيقول لنا نعرف الحقيقه ازاي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير باشمهندس مصطفى، منورنا. وفي البدايه كده عاوزين نعرف يعني بيتنصب ده، خلينا نقول نصب الكتروني يعني مبدئيا الحاجه بتبقى محطوطه بصوره طبعا بنتفرج عليها ولا اروع ولا احلى فبنتجه ان احنا نشتريها، وفي حاجات كمان دفع اونلاين والناس بتتدبس وبتدفع والحاجه بتجيلك على البيت غير الحقيقه تماما ولا بتعرف توصل للبيج ولا حد بيرد عليك ولا بيعملوا مرتجع ولا بيسالوا فيك. بالظبط. اعمل ايه في حاله النصب دي؟ ده نصب. هو انا دلوقتي قبل مثلا ما اجي اطلب الاوردر بدخل على الصفحه الاول بشوف مثلا ليهم لوكيشن ولا لا، لان في صفح كتير جدا بيكون موجوده اونلاين، يعني دلوقتي في ناس كتير جدا ما عندهاش بيزنس فيبقى عامل صفحه اونلاين عادي ويبتدي ياخد صور مني على النت عادي. ايوه. والصور دي بتبقى هي اصلا متصوره من شركات كبيره فبتبقى الهويه البصريه بتاعتها بتجذب اللي هيخش عشان خاطر يعمل الاوردر بتاعه. عكس الحاجه الكواليتي الثانيه بقى اللي هي اصلا جايبها مثلا سي وما اعرفش بيصنعها فين او هو جايبها من مين، فبالتالي الناس طبعا بتتخمى لما هو بيجي ناس تطلب الاوردر، فبالتالي بعد ما بيطلبوا الاوردر بيبصوا بيشوفوا مش هي دي الكواليتي اللي هم شافوها على السوشيال ميديا يعني. صح. فبالتالي بيجي يكلمه عشان يرجع الاوردر اصلا ممكن ما يردش عليه. لا وممكن كمان بتكون شركات شحن مش تابعه للمكان اللي بيبيع ده، فبيقول لك انا شركه شحن، انا شركه شحن ماليش علاقه بده خالص، فانا بوصل وباخد ال طيب يعني انت دلوقتي يا باشمهندس مصطفى انا حاجي اعمل اوردر نقول لمجات ماشي والله عملت اوردر مجات ما انا عارفه اسكتي بقى نقول اوردر لمجات حلو. انا اول حاجه ابص هي عندها لوكيشن مثلا او عندها مكان او لا، ورقم التليفون، رقم التليفون ده وهمي يعني ممكن يتلغي في اي لحظه مش هي دي القضيه. وبعد كده غير كده ايه اهم حاجه عندي؟ هو اول حاجه اللوكيشن ان انا اعرف ان هو في شركه هنا ولا لا، دي اول حاجه. ازاي طب ما انا ممكن احط لوكيشن وهمي. لا ما هو ثواني بقى، ما هو هنا لا يا رشا في حاجه ثانيه، معظم البيجز دي بتشتغل اونلاين اونلي ما لهاش اصلا مقر، فانت كده بتخليني ادور على اللي موجود. هو اصلا بيقول لك بس هو شوبينج اونلاين شوبينج. لا 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 في بيجز بيبقى ليهم هم بالظبط مقرات، ده ستور، دي حاجه ثانيه، احنا بنتكلم عن اللي ما لهمش. لا ما هو اللي ما لهوش ده إن يعني انا مثلا انا لو انا هاجي اطلب حاجه من على صفحه وهميه انا عارف اوريدي ان انا بنسبه 80% الحاجه دي مش هتجي لي هي اللي انا هاخدها خالص، ولو حاجه ليها علاقه باللبس مثلا او سي مجات او الكلام من ده مش هتجي لي اللي هي الصوره. انا ممكن اعمل حاجه ثانيه بقى يعني في حاله زي دي ابعت رساله في الصفحه طب بعد اذنك صور لي المنتج معاك دلوقتي على الحقيقه وادهوني دلوقتي ابعت لي دلوقتي. بالفعل دلوقتي في ناس بتعمل ده، بيصور له المنتج وبيبعته له كفيديو عادي 45 ثانيه بيجي له، لو لقى ان هي نفس الكواليتي بيتم معاه الاوردر. تمام. ففي ناس دلوقتي، فانا طبعا انا لو انا هنصح تطلب صوره على الحقيقه يعني لو قبل ما تطلب الاوردر بتاعك تطلب من بالزبط. صاحب الصفحه وصاحب المنتج ده يصورها لك ويبعتها لك. والاكتر يكون فيديو بس يعني. بس في حاجات ثانيه بقى بتقول لك ايه، اصل انا بطلب بعملها لك اوردر مثلا من الصين او من تركيا او كده، فعلى ما بتوصل بتاخد من 2 ل 3 ويكس، فهتصورها لك ازاي؟ لا هو في الاخر برضو بتيجي بنفس الكرسي ما يتمش الاوردر. انا بنصح هنا لو هو هيقول له ان هي هتيجي في خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع من بره لا طب ما انا طب ما اخش مثلا سي على اي موقع من المواقع المشهوره المعروفه، طب ما ادخل اطلب انا الاوردر انا بدل ما انت ما تجيبه لي. طب انت حلقه الوسط اللي بيني وبينهم، طب ما انا عادي ما انا ممكن اطلب الاوردر انا مثلا يعني. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا الصفحات اللي انا بشتري منها كتير وممكن منهم لبس وممكن منهم مكياج وممكن
حاجات كتير، لان ساعات ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نعمل الكلام ده فبنطلب اونلاين. لا بس في ناس محترمه جدا يعني. في ناس بقول لك في وعايزه اقول لك في لوكال براندز يعني منتج يعني لوكال براندز بتكون هايله جدا، خامتها حلوه جدا. لوكال براندز يعني صناعات مصريه محليه. ليه انت مش من كام يوم كنت لابسه فيست كده؟ ايوه ست دي اونلاين، كانت اونلاين، قالت لي دي اونلاين ودي مصري. عايزه اقول لك بقى ان هم كلموني من يومين، كنت انا عملت ريفاند، مش ريفاند، انا عملت اكستشينج، غيرت حاجه السايز بتاعها مش مظبوط بحاجه ثانيه السايز بتاعها يكون مظبوط. فكلموني قالوا لي يا جماعه يا حضرتك بس عاوزين نعرف ايه سبب المرتجع. قلت لهم لا خالص انا ما رجعتش، انا بدلت بس عشان المقاس. ففي كمان ناس خدمه ما بعد البيع دي بتبقى حاجه محترمه. طيب باشمهندس مصطفى، عايز اسالك سؤال. يعني في ناس بتيجي تطلب منها الحاجه فتقول لك ايه، طيب انا عشان اجيبها لك عايزه ديبوزيت. ديبوزيت بالعربي يعني عربون. عربون. عربون، عايزه عربون نص الثمن. فانت بتدفع نص الثمن، ودلوقتي عمليه التحويل بقت سهله يعني، مش صعبه. انستا باي اي حاجه. انستا باي اي حاجه من الحاجات دي. فانت بتحول لهم ده، تيجي الحاجه، ما هي جايه لك انت باسمك، جايه لك باسمك، تيجي الحاجه مش اللي انت عايزها، او مش الكواليتي اللي انت عايزها، تمسك القماش تلاقي مش هي بالظبط. مش هي ساعتها اعمل ايه؟ يعني هو انا كمواطن اعمل ايه؟ هو المفروض هنا برضو قبل ما انا ببعت الديبوزيت بتاكد من الاول، بس انا ممكن برضو ما ابعتش. يعني انا بنصح ما حدش يبعت ديبوزيت. لا هم كده مش هيشتروا، هم كده بيشترطوا. ما هو ماشي، ما انا هقول لك احنا برضو بنبقى هنموت على الحاجات دي، ماشي. خلي بالك كمان كبنات الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. ديبوزيت يلا حضرتك عاوزه ايه 50%، خدي 60% وساتي هاي. لو انا برضو هنا، لو انا ماشي اوكي انا هبعت الديبوزيت، بس الاول اشوف برضو حاجه من اللي انا شفتها هي نفس الصوره. هرجع تاني لو انا قلت له مثلا طب صور لي صورتين مثلا دلوقتي، طب ممكن فيديو للحاجه دي، اشوف الحاجه دي خلاص انا اتاكدت ان هي خلاص انا هبتدي ابعت الديبوزيت، مفيش مشكله. يعني بص انت كنت جايب برضو صوره زي كده، دي كانت يعني دي. وفي بقى حاجه تانية، دي جلابيه يعني. لا هو المفروض ان هو دريس عادي، بس في فستان وجاي كده في الاخر جلابيه اورنج. ده المفروض انه فستان فجاه جلابيه يعني. هو ده كده. ده كده المفروض، ده الفستان كده، ده الفستان كده. هو بقى وداه عند ترزي خيطه كده. هو الحقيقه فعلا والله ممكن فعلا. ايوه هو ده الخيال. رجع لنا بقى كده يا هاني الحقيقه. لا هات لنا الجلابيه الاورنج كده. هو عملها جلابيه. كارثة. هو فستان عملها جلابيه. على فكره انا اتحطيت انا نفسي في موقف ده والله العظيم. اشتريت دريس تحفه كنت هموت عليه شكله، لو المره الجايه اجيب لك صورته معايا، يهبل شكله. وبعدين طلبته وقسته. انا كنت تقريبا مضحكت البيت كله، كله قاعد يضحك عليا. لا 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 كارثه كارثه وحاجه. لا 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 يا راجل، لا 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 والله ما كده بتعملوا فينا كده. يعني باشمهندس مصطفى حضرتك بتقول ان احنا نتاكد من الصفحات بالظبط، يعني مش اي حد نشتري منه. ما بعتش ديبوزيت الا لما اشوف الاول الصفحه دي ايه، اشوف هي نفس الكواليتي ولا لا، الكلام ده كله اتاكد خلاص تمام. زي ما نهاد حصل معاه. والله انا بقول لك احنا بنشكرك مهندس مصطفى رحيم خبير التكنولوجيا. ما تتخميش ورساله بقى لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بجد يا جماعه والله، وعن تجربه كمان، ما تشتروش من صفحات غير ما تكون موثوق فيها. تلاقي بقى اصحابك كلهم عاملين لهم فولو، تلاقي منزله ريفيوز للعملاء اللي عندها، اشتري وانت مطمنه لو هم محترمين وكمان عندهم خدمه ما بعد البيع. ما عندهمش كده ما تشتريش وترمي فلوسك في الارض زي ما انا عملت. احنا حلقتنا خلصت؟ حلقتنا كلها؟ ايه ده، لو فكره فاصل. لا حلقتنا ايه ده، انت فاجئتيني يا رشا. احنا كده وصلنا لختام حلقه النهارده. بنرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا. بكره ان شاء الله بيتجدد ميعادنا الساعه 8 الصبح حتى ذلك الموعد. الى اللقاء. ولكن خدتيني على غفله. باي باي.